السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا اليوم في Mass Transfer Operations هو Methods for Mass Transfer at Fluid-Fluid Interface Phase Boundary في الجزء الثاني من المحاضرة السابعة. كما نلاحظ من عنوان المحاضرة هو عبارة عن Fluid-Fluid Interface اللي يقصد بها الحد الفاصل بين مائعين يحدث بينهما الانتشار. في المحاضرات السابقة تطرقنا إلى موضوع الانتشار وانتقال الكتلة في المادة الصلبة والماء، حيث تم اعتبار المادة الصلبة هي مادة غير منتقلة، وأن الماء سواء كان ليكويد أو سائل يقوم بالانتشار على سطح العامل المساعد أو المادة الصلبة، أو أيضا يدخل في داخل المادة الصلبة، حيث يقوم بتكوين طبقة على سطح المادة الصلبة. بدأت منذ سنين طويلة الاهتمام الواسع في عملية الفصل اللي تحدث بين مائعين سواء كان ليكويد ليكويد أو غاز غاز أو ليكويد غاز أو غاز ليكويد، وعملية الانتقال اللي تحدث بينهما. في عملية الانتقال سوف تتكون طبقة فاصلة بين المائعين. هذه العملية التي تحدث بين مائعين سواء كان مثل ما قلنا ليكويد ليكويد أو غاز غاز أو ليكويد سوليد، يمكن أن نلاحظها في الكثير من الوحدات الصناعية التي يواجهها المهندس الكيميائي. من أحد هذه الوحدات الصناعية هي الأبزوربشن، وكذلك الديستليشن، وكذلك الإكستراكشن أند ستريبينج. عندما تتكون هذه الطبقة اللي تفصل بين المائعين، هنالك عوامل كثيرة تعتمد عليها عملية الانتقال والانتشار بينهما. العوامل هي الخواص الفيزيائية بين الأطوار، بين الطور الغاز أو السائل، أو حتى بين الطورين اللي هو العفو بين السائلين أو بين الغازين. ثانيا اختلاف التراكيز اللي هو من أهم العوامل المؤثرة في عملية الانتشار. الانترفيشال اريا اللي هي المساحة اللازمة لحصول عملية الانتشار. degree of turbulence اللي هي درجة الاضطرابية اللي تحدث نتيجة نوع الجريان المائع اللي هو لحصول على عملية الانتشار. كل هذه العوامل عمل الكثير من العلماء على تطوير موديلات رياضية نظرية لتفسير ظاهرة الانتشار اللي تحدث بين المائعين، وبالتالي سوف نتطرق إلى بعض هذه النظريات لتفسير عملية الانتشار بين المائع. أول نظرية هي الفيلم ثيوري، حيث تعتبر هذه النظرية من أبسط النظريات التي تم التطرق إليها عند حصول عملية الانتشار وعندما يكون الجريان مضطرب، حيث أنها تم وضعها من قبل العالم نيرنست في عام 1904، حيث تم وضع بعض الفرضيات بأنه يتحدث بأن هنالك مقاومة لعملية الانتقال تحدث للمائع الذي يكون في جريان مضطرب، مما يؤدي إلى حدوث تكوين طبقة ذو سمك جدا قليل، ويمكن اعتبارها بأنه ذات سرعة واطئة جدا أو ساكنة، حيث تتكون هذه الطبقة على سطح المائع الذي يحدث فيه الانتشار، وتدعى هذه الطبقة بالفيلم، حيث هذا الفيلم يكون مشابه للطبقة السبلاير التي تتكون عند جريان مائع على سطح مستوي. هذا السطح المستوي يتعرض إلى جريان مائع يتعرض على سطحه جريان ما يكون ذو جريان مضطرب. هل الطبقة وهذه النظرية يمكن أن تفسر بالرسم التالي، حيث يمكن يفضل أن نقوم بالشرح على الرسم أفضل مما هو عليه
مادة يعني مكتوبة، فراح الطلاب راح أشرح النظرية على الرسم الموجود بالسلايد الثاني. طلاب نلاحظ من هذا الرسم، هذا الرسم يتكون من جزئين. الجزء اللي موجود على الطرف الأيسر من الرسم هو عبارة عن الغاز اللي هو الوسط اللي راح يبدي من عند الانتشار. كل هذا الجزء هو عبارة عن غاز، حيث يقوم هذا الغاز بالانتشار على سطح المائع اللي يكون على شكل ليكويد. يبدأ الغاز بالانتشار على المحيط الخارجي للمائع. بما انه هذا الغاز اللي راح نستخدمه هو غاز رمزوله بالحرف A، غاز بيور نقي، فراح يعتبر هذا الغاز راح نعتبر بانه في هذه المنطقة في الجزء الأيسر من الرسم بأنه التوتال بريشر للمحيط هو نفس البارشل بريشر للمادة A. ينتشر الغاز بتراكيز متساوية على سطح السائل اللي أشرته بالأزرق، على سطح السائل. هذا سطح السائل بأنه اللي موجود هنا مثل دا أشره، عندما يبدأ الغاز A بالانتشار على سطح السائل راح يتحول كتركيز للغاز A من دلالة الضغوط إلى دلالة الكونسنتريشن التراكيز، وراح يكون هنا على سطح السائل يكون لحساب التركيز المادة A المنتشرة على سطح السائل هو شنو concentration ويدعى بالشنو بالCAI. CAI إذا هسه بأنه تركيز السائل على سطح العامل سطح التركيز الغاز على سطح السائل هو CAI، ويمكن أن نحسبه عن طريق قانون هنري اللي يقول لك ثابت هنري HA مضروب في البارشل بريشر للمادة A المنتشرة على سطح السائل. هذا هو نقدر أن نحسب تركيز الغاز المنتشر على سطح السائل. راح يتكون لنا بعدها راح تتكون لنا طبقة، راح تتكون طبقة ذو سمك قليل جدا في داخل السائل. طبقة ذو سمك قليل جدا في داخل السائل. سمك هاي الطبقة هو سيجما. سمك هذه الطبقة هي سيجما. عندما يبدأ الغاز المنتشر بالدخول إلى داخل هذه الطبقة، نلاحظ بأنه طبعا كل ما احنا نبتعد عن مصدر الانتشار التركيز يكون أقل، فيكون انخفاض بالتركيز للمادة A. فنلاحظ اكو هنالك انخفاض بالتركيز مثل ما دا أشر هنا للمادة A، تبدأ من سطح السائل اللي هو تركيز المادة A CAI وتنتهي إلى نقطة هي تتحول التركيز إلى CAB. طبعا التركيز CAB هو يكون أقل من تركيز CAI لأنه دا يبدي ينفذ أو يدخل الغاز المنتشر إلى داخل السائل ضمن طبقة الفيلم اللي سمكها طلاب هي سيجما. فإذا بداية السمك هذه الطبقة هي صفر اللي تكون على سطح السائل ويدخل إلى داخل السائل بسمك هي سيجما، حيث يبدأ تركيز الغاز من CAI اللي موجود على سطح السائل إلى نهاية هذه الطبقة الافتراضية طبعا ذو سمك السيجما، وينتهي تركيز الغاز بCAB اللي هو اختصار للبلك. هذا الانتشار عادة يحدث كمولكولار ديفيوجن، الاختصار الانتشار كمولكولار ديفيوجن. الفرق بين التراكيز ضمن هذه الطبقة هي شنية CAI ناقصا CAB. CAI ناقصا CAB لأنه نعرف إحنا التركيز الأول دائما يكون هو أكبر من التركيز الثاني، فالتركيز القريب من المصدر اللي يكون على سطح السائل هو CAI ويدخل في داخل السمك الطبقة حيكون CAB اللي هو bulk.
إلى أن نوصل إلى سمك الطبقة اللي هي مثل ما قلنا سيجما، راح يتوقف التركيز كل ما ننفذ في داخل السائل. كل ما ننفذ في داخل السائل يكون تركيز الغاز المنتشر في داخل السائل هو ثابت، وبالتالي راح نشوف راح يتكون عندنا كخط مستقيم كشيب لعملية انتشار السائل. انتشار الغاز في داخل السائل هو يكون تركيز الغاز ثابت، هيكون هنا اللي هو دائما يبقى تركيزه ياخذ رمز CA bulk، ياخذ رمز CA bulk. هذا هي عملية التفسير النظرية اللي هي film theory. كلها احنا حكينا ضمن هذا التفسير هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن انتشار الغاز اي في داخل الليكويد اللي هو يدعى بالبلك ليكويد. ما عندنا عملية انتشار السائل في داخل الغاز. فلهذا اذا نفرض بانه البلك فلو هو نفرضه يهمل، حيكون معادلة الانتشار اللي هي الفلكس شي يساوينا الثابت دي اي بي على السيجما مضروبة في الدرايفين فورس الكونسنتريشن سي اي اي ناقصا سي اي بلك. هاي المعادلة الفلكس بدلالة الكونسنتريشن. هنا سيجما اللي هو سمك الطبقة اللي هو السائل الموجود على سطح السائل الى سمك سيجما اللي يحدث به انخفاض للغاز المنتشر في داخل السائل. اذا ناخذ تعبير ثاني لهذه المعادلة بدلالة المول فراكشن، فاذا معناتها ايش راح اسوي؟ كل كونسنتريشن موجود هنا بالقوس احول اقول السي اي هو شي يساوي لنا السي اي يساوي لنا السي توتال بيش مضروب في الاكس اي مالته. فكل كل واحد اذا اريد اطلع السي اي اي حيكون السي توتال في الاكس اي اي، من اريد اطلع السي اي بالك يساوي لنا السي توتال في الاكس اي بالك. اطلع السي توتال عامل مشترك خارج القوس فتصبح المعادله هي معادله واحد مثل ما هو مؤشر عندكم قدامكم، فتصبح المعادله بهذا الشكل. بدا حيكون الدي اي بي مضروب في التوتال كونسنتريشن مقسم على سمك الطبقه مضروب في الدرايفنج فورس بالنسبه للمول فراكشن. هذه المعادله مثل ما قلت لكم هي معادلة الانتشار في حالة إذا البلك فلو راح نهمله، أقصد بها هنا انتشار السائل في داخل الغاز. هاي المعادلة فقط تطبق في حالة شنو؟ في حالة شنو معناتها انتشار شنو؟ كلامي مضبوط طلاب؟ في حالة البلك فلو داخلها؟ لا طلاب، هنا دا نحكي بالعكس. في حالة بأنه البلك فلو مثل ما قلت لكم هو نيجلكتد، فإذا نقدر نهمل قيمة البلك. أما في حالة إذا كانت البلك فلو ما راح يهمل، فتصبح المعادلة اللي أخذناها سابقا هنا المعادلة رقم 2 هي نفسها المعادلة رقم 1 طلاب، فالمعادلة رقم 1 أو المعادلة رقم 2 فتصبح بهاي الصيغة اللي هي في حالة بأنه البلك فلو ما راح يهمل، فتصبح المعادلة بهاي الصيغة. نلاحظ بأنه حسب هاي المعادلة رقم 3 تحتوي شنو بالمقام؟ تحتوي بالمقام اللي هي اللوغ المين هو 1 ناقصا اكس اي، والواحد ناقصا اكس اي اللوغ المين اقدر شنو اعوضها او اوجد قيمتها من هاي المعادلة هي الاكس اي اي ناقصا اكس اي بلك على لين 1 ناقصا اكس اي بلك على 1 ناقصا اكس اي اي. فاقدر احسب قيمة اللوغ المين للواحد ناقصا اكس اي ضمن هاي المعادلة. نلاحظ بانه ايضا المعادلة رقم 3 والمعادلة رقم 2 شنو تحتوي؟ مثل ما قلنا سابقا بالمحاضرات السابقة من الصعب قياس قيمة الدي اي بي زين اللي هو ثابت، ومن الصعب ايضا راح نقيس سمك الفيلم الطبقة اللي راح تتكون على بداية السائل اللي يصير به الانتشار. هذا الثيكنس يعني يكون قليل جدا، فمن الصعب ايضا راح نقيسه. فدائما كنا بالمحاضرات السابقة كنا نخلي هذين الثوابت نخليها شنو ضمن الثابت معين اللي هو الكوفيشنت اللي هو قيمة الكي. فالمعادلة الأولى الثانية هنا اللي هي نفسها المعادلة الأولى
قيمة الـ DAP، قيمة الـ DAP على السيجما، زين هذا اللي أشرت هسه لجوه، راح ياخذ KC داش. والثوابت الموجودة بالمعادلة رقم 3 اللي هو DAP والسيجما والمنو عندنا الواحد ناقص XA لوج المين، هذا راح ياخذ يا ثابت راح ياخذ الKC، راح ياخذ الKC. اوكي، كل هاي السيجما هي تعتمد على شنو؟ السيجما قيمة السيجما تعتمد على ظروف الفلو المائع، وبالتالي احنا قيمتها تكون غير معلومة وصعب حسابها، وبالتالي دائما اني اخذها بدلالة الكوفيشنت، بدلالة الكوفيشنت. ودا تلاحظون السيجما اللي موجودة، العفو قيمة الكي اللي موجودة اللي هسه هي ضمن الدائرة، هاي الكي اللي خلتها نسميه بالاخضر، شوفوا المعادلة رقم 2 بدلالة منو؟ الداش، والمعادلة رقم 3 بدون الداش. اذا معناتها المعادلة رقم 2 تحسب في حالة الميكانيكية الاولى اللي في حالة عملية الانتقال يكون اكيومولار كاونتر ديفيوجن، والمعادلة الثالثة في حالة قيمة الكيسي تطبق في حالة عندنا اليوني موليكولار ديفيوجن. طلاب، اهم ملاحظة استفادينا من عندها بهاي المحاضرة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن استخدام قانون هنري اللي هو CAR شي يساوينا H ثابت هنري مضروب في PAI. هذا هو القانون، يستخدم لعملية تحويل التركيز الغاز من الضغط بدلالة الضغط إلى تركيز الغاز بدلالة الكونسنتريشن. دائما قانون هنري وين يطبق؟ يطبق عندما يكون عند الانترفيس، عند الطبقة الفاصلة بين المائعين اللي يكون عملية الانتشار بينهما، عند الطبقة الفاصلة. فالانترفيس هو الطبقة الفاصلة بين المائعين اللي يحدث بينهما الانتشار. هذا هي، نأتي إلى نهاية الجزء الثاني من المحاضرة السابقة، من المحاضرة السابعة. إن شاء الله نلتقيكم في الجزء الثالث من المحاضرة السابعة، وشكرا جزيلا لكم.